ما حدث بالأمس بملعب حملاوي في قسنطينة ما يقدرش يمر هكذاك. وقال الشعب الجزائري هذا طنه يقول وي راك شو الله ناضي يكسروا وكذا وهادي وليشبورتا تاع السياسي قباح وتاع السياسي كذا. لا لا حبيبي خمم مليح خمم مليح، ما تبلعش هكذاك برك. شوفوا الصور هذه اللي التي هي امامكم تعبر عن كل شيء. تعبر، انا بالنسبه لي هذه الصور تعبر على العنف اللي موجود. هذا البارح موجود في عده ملاعب فرق المناصر تاع المولود، يا راح قتلوه في مقرى، واحد في المسغان قتلوه، واحد تاع الياس مقده، ولات الناس تضرب الناس كذا. منين جاي العنف هذا؟ العنف هذا جاي من الكبت، جاي من الحقره، جاي من القنطه، جاي من العنف اللي ما يمارس فيه النظام على الشعب الجزائري. الشعب الجزائري عايش في خوف كبير، عايش تحت ضغط كبير، والضغط هذا راهو عنف على الشعب الجزائري. اللي يزغط طرنيف واللي يقول كلمة في انترنت راح يضربوا بست شهور وعام عامين حبس. شوفوا هنا الناس شرام يديروا قاعدين يرميوا في الكراسة تاع الملعب، يعني في الكراسة تاع الملعب بعد نافونسيو. شوفهم زدموا للملعب صمونا هنا دات دعوة بشوية هازدو. شوفوا ناس بليسي ناس كذا ضرب مع البوليسية. الور نتسألوا هل هذه المناوشات هي ما بين هذا الشغب هذا ما بين أنصار اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة؟ لا، ما شفناش يضربوا بين أنصار العاصمة اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة. ناس يرموا في الكراسة على التيران مع البوليسية يضربوا مع قدام، ما كانش ما شفناش المناصرين تاع اتحاد العاصمة اللي يضربوا مع تاع السياسي. مشادات ما بين يعني المناصرين تاع الفريقين ما شفناش. دونك النصار تاع السياسي وحدهم قاعدين يضربوا، وعلاش يضربوا؟ خسروا ما خسروش، السياسي داروا ماتش نيل وزيد راهم في المرتبة الثانية، ضامنين المشاركة في كأس أفريقيا الأندية البطلة. وحلاش الأنصار تاع السياسي نوضوا يضربوا؟ لا يا حبيبي، ما ناش تاع ربوح وجوزها لنا. اللي معروف على الأنصار السياسي أنهم يحبوا فريقهم، يناصروا الفريق تاعهم يعني بقوة، ولكن ما همش تاع عنف، ما همش تاع عنف. نعرف منيح السياسي، وعرف بزاف الأنصار تاع السياسي. شوف لي جون في قسنطينة شي فرجة كيما يشوفوا المولودية فرجة، وهذا نفس الشيء بالنسبة لنا. من المستحيلات السبعة أنك تدخل لي في راسي أو في راس أي مواطن عادي أنه الأنصار تاع السياسي كي خلاص الماتش هما ديما في المرتبة الثانية تاع البطولة، المرتبة الأولى هاي باينة راحت من زمان، باش هكذاك ينوضوا يبداو يكسروا ويصدموا على التيران ويردوا هذوك لي بوتو دو كورنير ويبداو يضربوا. من المستحيل دخلها لي في عقلي. كاين ناس حركت هذا الجمهور، يعني في دونترينمون بسيكولوجيك كذا شيء معروف، يدخلوا ناس يخلصوهم، يدخلوا جماعة تاعهم
عسكر بوليسيه سيفيل يدخلوا هكذا وحفظهم وهول حرك دير الهول دير الهول. انا هذا نشوف فيها انا هذا نشوف فيها ما قدرش نشوف انه مناصر تاع شباب قسنطينه مريح بعده حتى لو ينوض واحد يجي يكسر يضرب والله كاينين الناس اللي هي قال حبس ما تكسرش ما تضربش. وعلاش هذا التقصار هذايا؟ شوف وعلاش هذا اليوم هذا الانصار هذا الكراسة هذوما الكراسة المناصرين ما همش مدايرين باش المسؤولين ويرا. ولكن كاين ايادي خفية اللي راهي قاعدة تحرك في الشارع الجزائري وبداوها من قسنطينة ما قدرش يديروها في الجزائر على خاطرش بون جمهور تاع المولودية من دير بطولة وكذا ما تقدرش تتحركوا باش يدير العنف ديما يغني وديما زهواني. ولكن تجي ديرها في قسنطينة يا حبيبي قسنطينة ثانية راه مزاهين قسنطينة ثانية راه مزاهين مرتبة ثانية يشاركوا في تشامبيونز ليغ واش خصهم داروا ماشي مع اليسما وين راه راهم تري بيان كاع ما خصهم والو. الناس اللي حركت كاين غرض بان كاين ناس تحوس باش تدير يعني فتنة تدير تنوض فيها يعني انه النظام الجزائري عايش يتنفس بالعنف يتنفس بالعنف والنظام الجزائري يحب يحوز ديما هذا الشغب هذايا والحرب الاهليه والجزائريين يتقاتلوا بيناتهم باش يقدر يفرض المخططات ديالو الاجندات ديالو. نحن على مقربه انتخابات رئاسيه انتخابات اللي دابور قدموها المفروض تكون في ديسمبر قدموها الاود حملة سبتمبر حملة انتخابيه باش تكون في اود رئيس دعا للترشيح تاعو عن طريق حزب مجهري بدا الحمله ديالو بدراهم الشعب ويكلف حمله تكلف يا بن عمي طيارات ودبابات وبلنديات ورجال امن وكذا باش سيدي راح يضرب لي ساعتين في خنشله يدش لي طريق تاع 14 كيلومتر مسخ بالشعب تاويله ودير لي اون قال لي تخدم ساعه في النهار كاين ترى واحد يمر عليه وريتور ومبين صلينا عليه واش نعلم منا راه تضحك وهذا كله دابا راه مغمغ النظام العسكر مازال ما عندوش عن المرشح ديالهم راهم قاعدين يطلعوا ويهبطوا مازال كاين يعني لعب كبير داخل الكواليس. الشيء اللي نشوفه الان انه الفريق القديم اللي جر الجزائر لحرب اهليه واللي برز بجرائم كبيره ضد الشعب الجزائري راهو في موقع قوه من خلال المجرم ناصر الجن اللي عاد يصيب عنده محامين ناس وجوههم قصدرة ناس غاسين وجوههم حاجاك في الزوبيا ونصر الجن وكذا وجماعة وزيد تجيب موعد ناس محابسية ناس هاربين اسبانيا قالوا كان في مهمة مع القايد صالح ايه والدار اللي كان شراها في اسبانيا شراها القايد صالح منين جاو دراهم باش شراها دار في اسبانيا يقولوا الناس. دونك هذا الشيء هذا كامل لما تشوف واش راه واش صار البارح في ملعب الشهيد حملاوي ما يقدرش يكون معزول عن كل ما يحدث على الساحة الجزائرية وما تنتظره الجزائر عن قريب في انتخابات
شيء ما هو باين فيه، لانه ماهيش راح تكون انتخابات شفافه ديمقراطيه تسمح للجزائري بالتعبير عن رايه، تسمح للجزائري باختيار من يقود هذا البلد، لا ديما فرضين عليه جماعه دي جينيول يجيبوا يحركوهم كالدمى. هذا هو الشيء اللي راهو حاصل. شفنا صور، شفنا وش صرا، وش دارت الدولة بين ظفرين، أنا على بالي ما كانش دولة، ولكن اللي راهم يدعيو راهم دولة. وزارة الداخلية تكلمت، وزارة الشباب والرياضة تكلمت، هذه هي الحكومة، هذا زوج اللي من المفروض يتكلموا، كش ما كان رد فعل، وكأن شيئا لم يكن. شوفوا واش الإجراءات اللي اتخذت وشكون تحرك بعد جنكة.